مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر. تحيه طيبه للجميع، نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. اذا الحصيله اليوميه لكوفيد 19 كما عودناكم دائما نقربكم الاجواء ديال كورونا. مدينه وجده تسجل 0 حاله وفاه، وتسجل كذلك 14 حاله جديده في الساعات الماضيه. اذا البارح كانت والبارح مدينه وجده كانت سجلات 2 ديال الحالات. صراحه عاوتاني رجعنا اليوم سجلنا 14 حاله. اذا كاين واحد التناقض صراحه في عدد الاعداد ديال الاصابات، مره كيطلعوا مره كيهبطوا، ما عرفناش علاش شنو هو السبب. اذا دائما كنوصيو انه باش الساكنه تاخذ الاحتياط ديالها، الاحتياط ديالها ودير الاجراءات الاحترازيه الكامله باش ان شاء الله دوز هذه المحنه بخير وعلى خير، ما يوقعناش كما راه واقع مثلا في مجموعه ديال الدول الاوروبيه اللي دارت حجر صحي شامل، وهذا اللي غادي يضر صراحه الاقتصاد وغادي يضر خصوصا المواطنين وخصوصا المهن اللي في الفتره نتاع الحجر الصحي كتوقف بهذا المعنى هذا، يعني ما خصهاش تشتغل لانه كتعرف واحد اللي كثير صوف المهن اللي ضروري خصها تبقى خدامه، بحال مثلا ما يمكنش مثلا الناس يجلسوا بلا ماكله ولا نتقديه ولا لي فارماسي ولا لي زوبيطو اللي عليهم الاساس. طبيعه الحال يعني صراحه حنا كنسمعوا اخبار ديال انه غادي يكون واحد الحجر صحي شامل في رمضان، مازال ما تاكدتش القضيه، باقيين يعني مازال كنساينوا. كنتمنى ان شاء الله تدوز هاد السنه هذه بخير وعلى خير ونرجعوا كما كنا هذه شحال ان شاء الله، وتكون الامور مزيانه. وكما عرفتوا سنه 2020 دازت واحد السنه اللي خايبه بزاف، يعني كورونا وطر كل شيء مسدود وواحد الترهيب النفسي. الانسان حتى كان كيجي حتى داخل دارو خصو الصباط ديالو، خصو الكسوه ديالو، خصو يبدل. الناس كانت حتى الماكله كي كتشريها كتغسلها بجافير وتغسلها بالمعقمات، مجموعه ديال الامور. ما بغيناش نرجعوا لذاك الشيء لانه صراحه كما شفتوا يعني هذا فيروس اللي صعيب، يعني الصعوبه ديالو النفسيه اكثر من الصعوبه ديالو المرضيه، لانه حتى نفسيا تلقى ناس مرض بالفيروس وكذلك غادي تلقى ناس اللي مرض نفسيا. كما كتعرفوا الخوف كينقص من المناعه، الى هبطات راها صعيبه بزاف، يعني يقدر الانسان يتصاب في اي لحظه، المناعه ديالو ما تسيبورطوش الفيروس ويقدر الله يستر يوقع في مجموعه ديال الامور. اذا كما كتعرفوا الحمله ديال التلقيح لا زالت مستمره في هذا الوطن الحبيب. طبيعه الحال احنا على عتبه 7 مليون ملقح، فيهم الجرعه الاولى والثانيه. كان مجموعه ديال الاخبار تروج على انه غادي التلقيح خصوصا استرازينيكا غادي يتاخر شويه، ولكن الحمد لله بالنسبه للمغرب بالنسبه للدول الاخرى المغرب غادي مزيان يعني في الحمله ديال التلقيح ديالو، وهذا يعني حاجه اللي كتفرح بزاف، واللي دائما كنتمناو انه نكونوا ديما الطوب. والحمد لله المغرب ديالنا بالقيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس ديما الفوق ديما الطوب. إذا مشاهدي شوف تي في كما قلنا 14 حالة جديدة وصفر حالة وفاة، الله يرحم اللي توفاو والله يشافي اللي راهم مرض. حضيو راسكم لأنه الفيروس باقي عايش معانا، لأن بعض الناس غير سمعوا بلي أنه كاين تلقيح صافي قالوا صافي يعني جات تلقيح مشى الفيروس، لا بالعكس راه خصك تدير تلقيح عادي مشي الفيروس. راه الناس اللي دايرين التلقيح كاع الجرعه الثانيه والمناعه ديالهم خدمات وراها مزيانه، ودابا خصهم حتى هما ياخذوا الاجراءات لانهم يقدروا هما براسهم اللي صحاح يقدروا يعديوا وحدين اللي ما دايرينش الفاكسان بهذا المعنى. اذا خوتي خواتاتي تحيه طيبه لكم من عاصمه الشرق، نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. حضيو راسكم وما تنساوش ديروا الاجراءات الاحترازيه ديالكم، التوصيات تاع وزاره الصحه
باش تكون ان شاء الله الامور بخير وعلى خير. شكرا جزيلا.